يعاني العديد من الفلاحين بولاية عين تيموشنت من عدم توصيل مزارعهم ومستثمراتهم بالكهرباء الريفية، مما جعلهم يتكبدون خسائر مالية تثقل كهولهم نظرا لاستخدامهم مولدات المازوط، إلا أن المعاناة متواصلة. رانا قاعدين نستنوا، راني في 7 سنين ولا 8 سنين وانا ساكن هنا، ما كان والو، وعطاوني بني الريف وقالوا لي بني في البلاد، بنيت في البلاد والله غالب، راني قاعد لا مال لا ضوء ولا سطاج. كل عام يقول لك راني في 7 سنين، انا ولادي رحلتهم، كنت ساكن هنا وعاود وليت رحلت للبلاد، نقعد على الظلمه انا هنا لا غالب، ما نقعدش نقعد على الظلمه. الجروب تاع الضوء ياكل 100,000 ب 24 ساعه 100,000، وكان ندير لها الفريج تقول ما يقعدش يطرطق، راني ندير غير جوج لامبولات. والي الولاية صرح أن مصالحه في انتظار برنامج جديد من أجل ربط كل المزارع المتبقية بالكهرباء الريفية. فيما يخص الكهرباء كذلك، التغطية راهي لاباس بها بالنسبة مئوية لا يستهان بها، إلا أن الإشكالية اللي مطروحة في الولاية أنه فيما يخص السكنات الريفية ولا الكهرباء الفلاحية ما عندناش حاليا برنامج، كل البرامج التي أسندت لهذه الولاية أنجزت. نتمنى في المستقبل القريب الجاي إن شاء الله أنه كذلك يكون فيه برنامج لهذه الولاية باه تكون التغطية الشاملة في هذه الولاية. هي بشرة سارة للفلاحين إن كانت في الأفق القريب، لأن الفلاح بالولاية أهلكته الكهرباء وزادته مصاريف الحبوب والمواد الكيماوية الملتهبة.